موقف حزب الوسط الاجتماعي من هذه القوانين كلها؟ أولا هذا مسلسل طويل وعريض جدا، لأنه الاستشارات حول قانون الانتخابات استمرت تقريبا قبل الجائحة، أي أواخر سنة 2019، وتوقفت نسبيا بالنسبة في مدة الحجر، ولكنها استمرت فيما بعد، وتم اجتماع السيد الوزير الداخلية مع مختلف الأحزاب، وجميع الأحزاب أعطوا رأيهم حول القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب على الخصوص، وكان هناك عرض السيد الوزير الداخلية أخير يتعلق بالنقاط المتفق عليها والنقاط الخلافية. إلى حدود الساعة نحن ننتظر المشروع الذي سيقدم للبرلمان، لأنه هو الذي يكون فاصل الآن، ما موجودش ما يروج في الساحة، لا مبرر له ولا أساس له ولا يمكن أن يكون موضوع نقاش. ربما نعتبره اقتراحات ديال الأحزاب، هذا هو الحال الوضعية الراهنة الآن. احنا بالنسبة لنا نعتبر على أن التأخر في إصدار قوانين انتخابية آت من مبادرة رئيس الحكومة، لأنه ما بغاش يعطي، ما بغاش يمشي بواحد السرعة المطلوبة، ما عرفتش شنو هي الخلفيات أيضا، لأن احنا بالنسبة لنا أي موقف تاخذه رئيس الحكومة هو تاخذه كرئيس حزب، إذا عنده مبررات انتخابية ومبررات داخلية تتعلق بالحزب ديالو وبالأحزاب اللي معه في الحكومة. إذا كل تأخر وكل أي عدم اهتمام بإخراج رسالة انتخابية بعد إصلاحها هو خطوة انتخابية وخطوة تفسر، يمكن أن نفسرها على أن هناك شيء ما يدبر في الخفاء، وإحنا ننتظر كغيرنا من المواطنين ما هي مخرجات هذه الإصلاحات وهذا النقاش. يا سيد الرئيس العام، تحسيسا على هذه المعطيات التي سردتم خلال هذه الإجابة على التساؤل ديالنا، هل تعتقدون بأنه الاستحقاقات المقبلة ستجرى في وقتها؟ اليوم احنا في بداية فبراير، إلى القوانين الانتخابية تحلت بسرعة وتناقشت، ممكن، لكن ما هو الوقت ديال الانتخابات؟ لأنه إذا شفنا التواريخ السابقة بالنسبة للانتخابات الجماعية، كيبدأ الترشيح والحملة الانتخابية خلال شهر أبريل وشهر ماي، بمعنى أنه آخر ما تكون نهار الانتخابات في شهر جوان تتشكل المكاتب، آخر جوان تنكون شكلنا جميع المكاتب. إذا هاد إلا بغي نحترموا هاد الأجندة، قريبا اصبحت مهدده بعدم احترامها، لانه احنا مؤخرين. بالفعل سيد رئيس، لائحه الشباب اثارت جدالا كبيرا، هناك من يعتبرها ريعان، هناك من يعتبرها ظاهره صحيه، حزب الوسط الاجتماعي رايه في هذه المساله ديال لائحه الشباب؟ احنا لا لائحه الشباب ولا لائحه المراه كنعتبروها ريع وتقسيم المقاعد على احزاب معينه وبطريقه ديمقراطيه للحصول على اغلبيه او لتقويه حزب على حساب حزب اخر. احنا في وقت المقترحات اللي اعطينا الداخليه، احنا دائما تنطلب بالاقتراع الفردي، لانه هو النزيه والشريف، هو اللي هو يمكن كل واحد يبان على حقيقته. احنا تنعتبر اقتراع اللائحه هو لا يحقق المساواه بين المغاربه، لان اقتراع اللائحه يقتضي توفر على اموال طائله لخوض غمار الانتخابات، وهذه الاموال غير متوفره لدى الطبقه المثقفه ولدى الاطر اللي الدوله محتاجه لهم. اذا تنفتحوا الباب للطبقه ديال رجال الاعمال والاعيان
وما إلى ذلك، والدليل على ذلك أنه أغلبية في مجلس المستشارين في المستشارين أو البرلمان أو رؤساء الجماعات. أبت المؤسسة الشرعية بغرفتيها، الجماعات المحلية والجماعات الترابية، مجالس الجهات، الرأي ديال الحزب الوسط الاجتماعي. إحنا رأينا أنه كاين صعوبة كثيرة، كاين صعوبة كثيرة باش الدار ربما ما غاديش تحقق المطلوب، غادي يكون غنمشيو في اتجاه اخر، اتجاه لانه اللي عنده الامكانيات وعنده الامكانيات الماديه الكثيره وهذا ممكن يتوفق في هذه الانتخابات، الامكانيات سواء لدى المرشح او لدى الحزب. تمام. لانه باش يمكن لك تنظم 5 اللوائح في اسبوع او 15 يوم وتحطها، راه من الصعوبه من انت تقول مثلا 60 سيدة على الصعيد الوطني وخص جميع الجهات يتمثلوا، مثلا راك لاحظتوا انه كاين واحد العدد الاحزاب ما تقدرش تحط اللائحه الوطنيه، قليل اللي تحط اللائحه الوطنيه، لانه يقدر يكون عنده 10 الجهات وما عندوش جوج جهات، او عنده غير 11 وما عندوش، اذا هذا كاين صعوبه كبيره. وانا كنعتقد انه ولات تعملت غادي تأثر على 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 الانتخابات وعلى جودة الانتخابات وعلى التمثيلية ديال الانتخابات، لن تكون لتكون لا تحقق لن تحقق المطلوب. غير السيد الرئيس، انتم كأحد الفاعلين السياسيين هذه المدة عقدين على الأقل، حالة التنافي، يعني ما رأيكم في هذه المسألة ديال حالة التنافي؟ هل أن يكون وزيرا ورئيسا للجهة؟ احنا عندنا رأي آخر، احنا في اليوم في المغرب نغلب الاقتصادي على السياسي، وهذا احنا هذا هو اللي كيجعلنا ما تيكونش توازن، لأن ملي تيكون رئيس الجهة بروموتور مستمر، برلماني بروموتور، منه بروموتور، رئيس الجامعة، المصالح المشتركة، كيف غدير باش انت تحدد هذه المصالح المشتركة، كيف غدير تضبطها؟ نعم تماما. ولماذا هذا المستثمر كيدخل كاع في هذه المسؤوليات؟ أنا زعما هذا إخلاص للوطن وعنده الوقت، وعلى علم أنه ما كيتخلاش على النشاط ديالو الاقتصادي، بدليل أنه الطبقة المثقفة والطبقة المتنورة في المجتمع راه مقصية من تدبير الشأن العام على مستوى المؤسسات المنتخبة. لماذا؟ بسبب قانون الانتخابات، وبسبب اللوائح، وبسبب واحد العدد ديال الممارسات اللي هي أضفيت عليها الشرعية، ولكن في الحقيقة ليس هناك أي شرعية. بالفعل السيد الرئيس، الجميع يقر بصعوبة إجراء انتخابات في يوم واحد، انتخابات كلها. الحزب الوسط الاجتماعي أمام هذه الصعوبات، هل تفكرون في التوجه نحو يعني تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى لمواجهة هذه الاستحقاقات؟ احنا ما وقفناش، احنا شكلنا تحالف ديال 3 الأحزاب، وكاين باقي واحد المجموعة ديال الأحزاب اللي ربما غادي تنضم لهذا التحالف باش نخرجوا من هذه المسألة، ولكن ما يمكنناش نعرفوا نهائيا امتى غادي نبداو التحالف، لان القانون التحالف الانتخابي حسب القانون يمكن اعلانه 35 يوم قبل الاقتراع، اذا حنا باقي عندنا الوقت، وكاين نقاش حول مجموعه الاحزاب، ربما الى وقع تفاهم، من صعيب باش دير لائحه وحده ودير رمز واحد، كاين صعوبة بزاف، وكاين إكراهات فيما يتعلق بالدوائر، كاين إكراهات فيما يتعلق بشخصيات كل حزب، كاين ماشي ساهل باش توصل لهاد النتيجة، لأن باش 4 الأحزاب مثلا يترشحوا بورقة واحدة معنا وصلوا لواحد المستوى ديال النضج وديال الاندماج وديال التفاهم اللي صعيب شوية. بالفعل أستاذ حسين مديح، أنتم كمواطن وكرئيس حزب وطني أكيد بأنكم تتبعتم الصور التي بدتها القناة الأولى والقناة الثانية والقنوات الأخرى ديال صاحب الجلالة، وهي تلقى أول جرعة
ديال التلقيح يعني كفاعل سياسي وكمواطن يعني الرأي ديالكم بداية الجائحة وكنا تنقلوا الحمد لله لأن الجائحة كلها صاحب الجلالة في جميع ما يتعلق بها من تمويل الإجراءات قرارات المهمة لذلك لو اعتمدنا على الحكومة الحالية وعلى الحزب الأغلبي كل المغاربة اليوم تيموتوا في الزنقة ولكن القرار ديال سيدنا حنا جلسنا مع رئيس الحكومة كيقول لي غنديروا لجنة للجينة واللجينة كيجي سيدنا تيدير قرار حاسم قرار دولة تيحل المشاكل اليوم إلا حنا اليوم في هذه الوضعية والناس كيتلقاو التلقيح راه بسبب القرار ديال سيدنا اللي قال على أنه أن التلقيح سيتوفر ومجاني معناها أنه رهيء هو ماشي الحكومة اللي هيئت أنا باش هو يقول على أنه مجاني معناها خدا الإجراءات ما يمكنش سيدنا يكذب والدليل أنه هو اللقاح وجا مجاني وقبل من أي دول العظمى حنا من ضمن الدول اللي بدات كتلقح الدول الكبرى الحمد لله أنا تنقول وقلناها في الإعلام على أنه الحمد لله اللي صاحب الجلالة هو اللي تحمل هذا مسؤولية الجائحة وانا كنعتقد انه غادي نخرجوا منها بسلام ان شاء الله. شو معك السيد الرئيس الشيخ في المغرب اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بشرعيه قضيه الصحراء ومغربيه قضيه الصحراء انتم كفاعل سياسي احنا كننهوا هذا القرار هذا كنعتبروا احنا القرار من حقنا اولا من حقنا تساندنا ولكن كانت تساندنا باحتشام مع العلم انه المشاكل اللي عندنا مع الاخرين هي بسبب الانتماء ديالنا للعالم الغربي. العالم الغربي ما وقفش معنا صراحه لم يتخلى عنا ولكن لم يكن صريحا معنا. اليوم الولايات المتحده اصبحت صريحه لم تغير شيئا اصبحت صريحه في ان الصحراء مغربيه وانتهى الامر. واكثر وضوحا ها؟ وأكثر وضوحا هذا هو الفرق لأنه احنا اليوم كنعيشوا ترهات ديال تقرير المصير ديال تحليل الشعوب هادشي قديم هاد الأسطوانة قديمة ما باقية تناكلوا العصا ديالها ولكن اليوم حتى الدول الأخرى تغيرت المفهوم ديال تقرير المصير تغير تقرير المصير عندما يكون ممكنا ليس هو أسبرين ولا علاج إذا كان ممكن تقرير المصير فالحكم الذاتي في حد ذاته تقرير المصير إلى قرروا هاد الناس ورجعوا لبلادهم وجاو يسيروا بلادهم راه قرروا مصيرهم فين ممكن الحكم الذاتي راه جزء من تقرير المصير أخيرا موضوع آخر اللي صار غموض كثير لدى الحزب الأغلبي بالضبط هو التطبيع مع إسرائيل الإنسان ما يكونش منافق شوف ما يكونش منافق حنا ما طبناش مع إسرائيل حنا درنا العلاقات مع إسرائيل بالاتفاق مع الفلسطينيين على اتفاقية أوسلو وفي وضوح النهار يعني لماذا اليوم نعيب على المغرب إعادة هذه العلاقات خصو يكونوا واضحين وحتى الفلسطينيين راه فهموا في الوقت لإسرائيل كتعدى على الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى والثانية المغرب وقف العلاقات مساندة للفلسطينيين اليوم مضى على هذه الحالة تقريبا 15 عام الفلسطينيين حطوا الصلاح باتفاقية أوسلو ما بقاش عندهم حق باش يدخلوا في حرب أو نزاع مسلح مع إسرائيل كيمارسوا مع جميع المسائل ما تنشوفش انا شنو هو الضرر القضية الفلسطينية احنا إذا بغاو الفلسطينيين يدخلوا الحرب احنا معاهم كاين حتى مشكل الإمكانيات المادية احنا كنعطيو ما سميتو لجنة القدس راه سيدنا كيترأسها فين المشكل ولماذا ما تتعيب عليا رجعت علاقة مع الدولة اليوم صاحب الجلالة هو المؤهل لتحريك الملف الفلسطيني اليوم أصبح مؤهل وحيد لمؤهل اللي تقدر تقبلوا امريكا وتقبلوا اسرائيل
في حوار مع الفلسطينيين. شكون هذه الشخصيه العربيه اليوم اللي مقبوله؟ هو الوحيد ولا اسلاميه؟ هو الوحيد اللي عنده مصداقيه. هو الوحيد اللي عنده مصداقيه، هو الوحيد اللي عنده العلاقه الطيبه و و و, و, و ومحايده بالفعل. ممكن اليوم انا سبق لي فيما قال قلت على انه اليوم الامر ديال فلسطين راه بيد صاحب الجلاله. انا كنعتقد دابا واحد المده ماشي طويله غادي تسمع على انه صاحب الجلاله استطاع يجمع هذوك الناس على طاوله الحوار، ودليل ذلك الليبيين. الليبيين كيجتمعوا حتى هما تيجيو للمغرب، لان المغرب محايد، يبحثوا عن المصلحه العامه، ليست لديه اجندات داخليه في هذه الدول. ولذلك الفلسطينيين راه ما بقاوش كيطعنوا في المغرب ولا كيعاملوا المغرب بواحد الشكل، راه قالوا بدي راه شيء عادي. كاين الاسلامويين اللي هما كيعيشوا بهذا الشيء، واللي تعتبروا ان جزء من راس مالهم مشى، لان القضيه الفلسطينيه كيبيعوا شنو بها وتيقولوا بها، كيربطوها بالدين ويربطوها بالعقيده ويربطوها بهذا باش يبداو قاوطين الناس، والحال انه لا يقدمون شيئا لفلسطين. اكيد. حتى هذوك الحكومات اللي كانوا كيترأسوها في الشرق ودابا في تركيا ما كيقدموا حتى حاجه لفلسطين، لان تركيا راه عندها علاقات مع اسرائيل، تركيا كترغب في العلاقات، هي دوله يحكمها حزب اسلامي اخواني، اليوم كتطلب هي تسويه العلاقات مع اسرائيل، واسرائيل رافضه. اكيد. هذه العقيده وهذه القضيه اللي كيبنيو بها ما عندها حتى شي حاجه. استاذ الحسن المديح، انتم محامي ورئيس حزب الوسط الاجتماعي، شكرا. اولا نشكركم على هذا الاستقبال، على هذا فتحتوا لنا المجال باش نتلاقوا عبر على موقعكم. اتمنى لكم التوفيق وشكرا على الاستضافه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.